مساء سعيدا أتمناه لكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان في هذه الحلقة. وكما تعلمون نستكمل حوارنا الذي بدأناه مع عميد لاعبي العالم مع نجمنا الكبير النجم ماجد عبد الله. أهلا بكم وأهلا بماجد عبد الله. أهلا بكم مرة ثانية. لأن العالم كرة ولأن كرة القدم هي الشغل الشاغل لهذا العالم، صرنا ننام على هتافات الجماهير ونصح على إيقاع المباريات، حالمين بأننا لو كنا مثل هؤلاء الذين يختصرون فارق المسافة بين أي مكان في الساحة الخضراء وبين شباك المرمى بالإبداع والأداء المتميز، لو كنا مثل هؤلاء الذين يدخلون إلى الملعب كالفرسان ويحاربون كالأبطال ويتقبلون النتيجة أخيرا كالنبلاء، لو كنا مثلهم لن نجد إلا ماجد عبد الله نموذجا، نموذجا للفرسان والأبطال والنبلاء من جهة وللمبدعين من جهة أخرى. فهو ترسانة مواهب يجيد العزف على أكثر من آلة موسيقية في الملعب، ويعبر أكثر المسافات خطورة بأداء مبهر يذكرك بالمتزلجين المهرة على الجليد ليسجل هدفه المنتظر دائما. هذا هو الذي لا اختلاف عليه، فهو ماجد عبد الله، ماركة مسجلة. يكفي أن تقول اسمه فقط لتكتشف أن هناك قارة لم تكتشف، قارة من الحب والإعجاب والود تملأ قلوب الناس ولا يعرفها إلا ماجد. ماجد في النهاية والبداية حقا تاريخ طويل. عبد الله، نستكمل في هذه الحلقة كشف حساب النجم الكبير ماجد عبد الله من خلال هالرحلة الجميلة، من خلال عطائك عبر سنوات طويلة في المستطيل الأخضر. نبدأ بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك. لاعب ماجد عبد الله يعني هو نموذج فريد من لاعبين كرة القدم في العالم العربي وفي آسيا بالتأكيد، ليس فقط الموهبة اللي تملكها ويملكها في مجاله، ولكن لما يتميز فيه أيضا من حسن أخلاق والتزام واستقامة، وفي نفس الوقت في تصور أنه ضرب مثل كبير لما يمكن أن يقدمه لاعب كرة القدم سواء النادي أو لمنتخب بلاده، ويمكن ما توج به أخيرا من قبل الفيفا الاتحاد الدولي بأنه يعني أعطي لقب اللاعب الأول في العالم. نعم. يعني سجل عدد أكبر من المباريات اللي شارك فيها منتخب بلاده. في تصوري هذا هو الوسام اللي ينشده أي لاعب كرة قدم في العالم، ويجب أن يكون هذا هو الشيء اللي الحافز لكل لاعبين كرة القدم، أن يكون ماجد عبد الله هو المثال لهم في كرة القدم. لأن ليس مهم أن تكون لاعب جيد في ناديك أو لفترة بسيطة من الزمن وتنتهي، إما لعدم التزام بالرياضة أو غيرها، أو ما تقدم لمنتخب بلادك ما يجب أن تقدمه. وما قدمه اللاعب ماجد عبد الله في تصوري انه مثال، يمكن حسب الاحصائيات هو اكثر لاعب حقق اهداف لمنتخب بلاده يمكن في جميع منتخبات العالم. نعم. وهذه الحقيقه يمكن الكثير ما يعرف هذا الشيء، ولكن عندما تاتي لسجل ماجد عبد الله واي سجل اي لاعب كره قدم في العالم، لم يحقق مهاجم نسبة أهداف مثل ما حققها ماجد عبد الله للمنتخب بلاده. في تصوري ونحن نعيش الآن يمكن مراحل ماجد عبد الله الأخيرة في حياته الرياضية. نعم. في تصوري أن ما حصل عليه مؤخرا من الاتحاد الدولي يجب أن يكون هو النموذج لكل لاعبين كرة القدم وخصوصا الناشئين، أن ينظروا إلى هذا المستوى سواء المستوى الدولي أو الأخلاقي أو حتى ما يتميز في ناديه. يعني اللاعب لا يزال يريد أن يقدم لناديه، وأنا أعتبر هذا تضحية كبيرة، هو جهد كبير من لاعب
يقدم لنادي. شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك. كابتن ماجد هو أثار أكثر من نقطة، تحدث عن أخلاقيات ماجد، تحدث عن التزام ماجد، ولكن هناك نقاط أيضا مهمة وجديرة بالمناقشة ما تطرقنا لها، اللي هي مسألة عميد لاعبي العالم، هذا اللقب اللي لا زال ماجد عبد الله يحتفظ فيه، وأتصور أنه سيحتفظ فيه لسنوات قادمة لأنه فارق شاسع بينك وبين الثاني. لكن المفاجأة بالنسبة لي أنا، يمكن للمشاهدين، هي اللقب الجديد اللي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، أنه أيضا أنت سجلت أكبر عدد من الأهداف لمنتخب بلادك يمكن أن يسجله مهاجم في العالم. طبعا صاحب السمو الملك الأمير فهد بن سلطان رجل رياضي بمعنى الكلمة. من بدايتي، أول ما بدأت المزاولة الكرة خصوصا مع المنتخب من بداية دورة تبريز، كان عايش من يعني من 77 وهو عايش مع ماجد، يعني عايش البدايات ماجد ببدايته في دورة تبريز، بعض يعني النصائح، بعض التوجيهات، بعض يعني تعرف لما عايش مشوارك من بدايته، لما أنت يعني تتبنى حاجة وترعاها من بدايتها فأنت تكون ملم فيها، نعم، عارفها، دارس، عارف إمكانياتها، عارف أخلاقياتها، عارف كل شيء، إنك أنت اللي سقيت هذه النبتة هذه. نعم. فلهالسبب لما صاحب السمو الملكي يذكر الشيء هذا فهو عارف، بس الناس يمكن ما تدرك الخصوصية، هذه الخصوصيات، لكن هو عارف هذا الشيء. طبعا الشيء اللي أنا بقوله أنه ماجد الفضل لله سبحانه وتعالى في المقام الأول، الحب، حب للعبة، وعدم استهتاري في مباريات، التزام، ماخذ الأمور ماخذ جدي، يمكن في ماخذ علي يقولك الله ماجد منطوي، أو ماجد مثلا ما يحب، بالعكس أنا أحب المرح وحب كذا لكن في حدود، لكن أنا أخذ يعني تأخذ علي مسألة الجدية أكثر، صحيح يمكن ما تبان علي أي، لكن في قرارة نفسي وفي تفكيري الشيء الجدي هو اللي طاقي علي، ما أخذ الأمور باستهتار أو بعدم لا مبالاة. نعم، العمودية، عمودية لاعبي العالم. طبعا ما في شك العمودية أنا لا كنت أهدف فيها، هو كل أنا اللي أهدف فيه كل ما أملك من طاقة في سبيل المنتخب أني أشارك فيه مهما كانت النتائج، مهما ما كنت أنظر للرقم، ما كنت أنظر للرقم. نعم. يعني في أحيانا الواحد يكون مثلا ما هو جاهز 100%، لكن أنا عندي قناعة جوا حتى لو أنا جاهز 100% عندي استعداد أني أشارك في المنتخب، مدام عندي أنا أبغى هذا الشيء، فيعوض الشيء اللي ناقص عندك يعني من عدم جاهزيتك يعني. فإن مع الوقت ومع السنين اتعملت هالأرقام وإلى أن أصبحت عميد لاعبين العالم في المباراة الدولية. لا أسعدك هالخبر؟ ما في شك طبعا، ما في شك أسعدني كثير يعني الحقيقة، يعني أنك في حاجتين أسعدتني طبعا، أي لاعب زي ما قال صاحب السمو الملكي، أي لاعب في العالم يحب دائما في بلده، يظهر في بلده يعني، وفي ومعاه لاعبين برضه تظهر في بلده، لكن انك تظهر على مستوى الفيفا ويضع اسمك في سجلها، هذا هو الشيء اللي تفخر فيه يعني. نعم. في لعيبه تلعب وتنتهي معروفه في مثلا ما لها بصمه، لكن ما لها بصمه. نعم.
لكن أنا شيء يعني في الثمانينيات حطيتها في السجل الذهبي حق قارة آسيا، جت العمادة هذه وحطيت في المرتبة الأولى. نعم. ومسجلة في الفيفا. نعم. يعني هذه يعني أنا صراحة يعني سعدت فيها سعادة كبيرة جدا. يعني أنا استغرب أبو عبد الله، يعني يكرم عادة الهداف قاريا أو دوليا، يكرم النجم الأفضل، لكن عميد لاعبي العالم لا من الاتحاد الآسيوي ولا من اتحاد الفيفا إلى الآن لم يكرم. نوقشت هذه المسألة. والله أنا اللي هم عندي الرقم، أنه معتمد رسميا. أنه معتمد رسميا. نعم. مسألة التكريم هذا شيء راجع للاتحادات. نعم. إيه أنا يعني ما يمكن إنه والله أقول لك إن أنا لازم أتكرم ولازم لا. طيب اللقب الجديد اللي أضافه سمو الأمير فهد بن سلطان، إنه أنت أيضا الهداف الأول، وهي طبعا هذا الرأي لم يصدر من فراغ، هو أشار إلى أن المسألة تعتمد على أرقام. على أرقام كلها يعني. فالرجل يقول إنه أيضا ماجد هو هداف هدافي العالم في عدد الأهداف اللي سجلها لمنتخب بلاده، لأنه كلها مسجلة. يعني أنت لما الإنسان بيتكلم على موضوع معين وعنده ثوابت أرقام معينة يعني لاهب للمزيفة أو لا. أنها في المغالطة، لا كلها هذه مواثيق موثوقة يعني مسجلة. فهي العدد كمية الأهداف هذه تجي تقارنها في سجلات اللاعبين الثانيين ما تجد الكمية هذه. غريب ما أثيرت يا كابتن ماجد، يعني ما أثيرت ضمن الاتحاد الدولي أو حتى ضمن الاتحاد الآسيوي، حتى الإعلام الرياضي ما تطرق إلى هالمسألة، وكأنه يعني المعروف أنه الهداف هو النجم فيكرم على مستوى القارة أو على مستوى دورة أو على مستوى بطولة، لكن على مستوى العالم يعني ليه ما التفتوا لهالنقطة؟ لعلنا من خلال هالبرنامج يعني نشير. والله شوف أنا بالنسبة لي ما أدور المزيد من الألقاب. لا مش حقيقة الألقاب، لا طبعا هذا شيء يعني أنا شيء بالمجهود المسؤولين وبمجهود توفيق من الله سبحانه وتعالى أول شيء، طبعا بتوفيق المسؤولين والزملاء وذا، واستطعت إني تحقق هذه الأهداف. لا تصبح من حقي من حقوقي يعني ما في شيء يعني، لكن أنا لا أريد ولا من كثرة الأهداف أني أدور مثلا منها إعلام أو أدور منها هالة إعلامية. لا 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 لا، أنا زي ما قلت لك في البداية رقم مسجل هذا كفاية عندي. مداخلة أخرى من الأستاذ محمد الوعيل رئيس تحرير جريدة المسائية. كابتن ماجد مساء الخير، وكيف صحتك الآن؟ ماجد يجب تعرف أولا أنك أنت لاعب قدمت لهذا الوطن الشيء الكثير، وأنت لاعب لن يتكرر في الملاعب السعودية، حتى أهدافك التي سجلتها في المحافل الدولية أو لناديك النصر تظل في الذاكرة مهما كان، ومهما كانت بعض الأقلام التي لها ميول معينة لكنها تظل تحترم عطائك وتحترم سلوكك داخل الملعب. ماجد لن أتحدث عن اعتزالك، لكن السؤال اللي يدور في ذهني، باعتبارك لاعب تملك من الأخلاقيات الشيء الكثير، وتملك من المهارات الشيء الكثير، وتملك أيضا جسور طيبة مع كل الأطراف الرياضية، سؤالي كيف نستفيد من ماجد في المستقبل، ثم كيف يستفيد نادي النصر من ماجد؟ هذا الشيء الذي يدور في ذهن كثير من محبي مجد ماجد وتفوق ماجد وأخلاقيات ماجد. أتمنى لو سعد المشاهد بمعرفة شيء عما يدور في ذهنك لمستقبلك الرياضي، أما لناديك أو للوطن، لأنك تملك ثروة لا يمكن تتكرر في الملاعب. شكرا للأستاذ محمد الوعير رئيس تحرير جريدة المسائية، هي أيضا شهادة موضوعية وصادقة بلا شك في حق ماجد عبد الله. بالفعل ماجد يعني أنت تمتلك موهبة من الله سبحانه وتعالى ربما لا يمتلكها أي أحد، الموهبة هذه أنت أدرى بخصوصيتها وبالتالي قادر على أنك توصلها لبعض البراعم لبعض المواهب الأخرى يستفيدوا منها،
يعني ماجد يهدف في 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 اقدامه ويهدف في راسه، ماجد يعرف كيف يتمركز، ماجد يعرف كيف يتخلص من المدافع، ماجد يعرف مثل ما اشرت انت في في لقائنا السابق انه كيف تستثمر منطقة الجزاء في تسجيل هدف او في الحصول على ضربة جزاء. هالتفاصيل هذه كيف ماجد يقدر يوصلها للمواهب الاخرى؟ كيف الكرة السعودية تستفيد؟ طبعا أو يعني انا اشكر له هذا الكلام الطيب، لكن هو ذكر اشياء واشياء رئيسية هذه بالنسبة للاعب. المستوى الفني يعني هذه من ربنا، يعني الموهبة من ربنا سبحانه وتعالى، فالمستوى الفني ما احنا نتكلم عليه، لكن احنا اللي نتكلم على وذكره هو الأخ محمد انه مع المستوى الفني الأخلاق. الأخلاق داخل وخارج الملعب شيء مهم جدا. دائما اللاعب ينظر إلى المستوى الفني بس، يعتقد أن المستوى الفني هو اللي بيجيب له السعادة، هو اللي بيجيب له المجد والنجاح، كل شيء كل شيء. لكن أنا اللاعب اللي يفكر بالطريقة هذه أنا أقول له أنك خطأ. اللاعب أيضا المستجد أو اللاعب الناشئين إذا في بعضهم ما أخذ الاتجاه هذا برضه أقول له خطأ، أنه الناحية الأخلاقية هي أهم بمراحل من الناحية الفنية. طيب عمليا أبو عبد الله، عمليا هل في ذهنك أنه يستفيد منك بعض الموهوبين رياضيا؟ يعني شوف في المستطيل يعني يوريهم بالضبط كيف يتحركون، كيف يتخلصون، كيف شوف هي العملية يعني بالنسبة عمليا هذه لازم أنا أكون أخذ أني أكون مدرب. حتى لو لم تكن مدرب، حتى لو لم تكن مدرب يعني على مستوى الإفادة. أوكي المسألة يعني مهم مسألة كلام، هذه يبغى لها عملي في الملعب. يعني عملي لأنه هي عملية التمركز، ما يمكن أقول لك أنا عملية التمركز وأنا أتكلم أقول لك تمركز كذا طبعا، لا هذه كلها أشياء عملية يعني عشان أني أعلم اللعيبة الصغار لازم أنا أصبح مدرب عشان أعلمهم مثلا الأشياء هذه تمركزهم كيفية كيفية التصرف. وأنت ما في ذهنك يبدو لي مسألة التدريب؟ لا الآن ما في شيء في ذهني الحقيقة. أي الآن ما في شيء في ذهني، في لقاء السابق قلت لك إني محتاج إلى وقت، إلى وقت الواحد يرتاح. طيب الآن أبو عبد الله يعني حصلت أشياء استجدت على الساحة اللي هي مسألة الأفلام، يعني بإمكان ماجد أن يقدم هذا الشيء عملي بالتصوير وبالتالي يستفيد. والله أنا ما أفضل، أنا ما أفضل بالأفلام يعني. ما تفضل؟ ما أفضل، أنا أفضلها أن نفس اللاعب أو نفس المدرب هو يطبقها عمليا وقدام الموهوب سواء كان صغير أو نعم. جميل. نتابع مداخلة الأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية. النجم الكروي الباقي المعتزل الباقي وهكذا ماجد عبد الله، عجنوك اعتزالا وأشبعتهم عنادا، فضلا احسمها كما تحسم الموقف أمام الشباك. شكرا للأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير جريدة الاقتصادية، هو أيضا اختصر السؤال ويبدو أنك حسمتها أيضا ما يجي هل بالاعتزال، ولكن مسألة أشبعتهم عنادا لا هي بيشوف هذا اللقاء وبيشوف بيعرف أنه إحنا حسمناها إن شاء نعم الله. نعم والمسألة ليست عناد. إيه فالمسألة العناد ما هو مسألة عناد، لا أنا لما أقوم بعمل حاجة أكون أنا مقتنع عارف إيش قاعد أعمل يعني. انت ما تدري ايش اللي بيحصل لك، انت ممكن تقول كذا لكن ممكن الواحد يقوم يطيح ويتعور ما يدري ايش الواحد بيحصل. لكن هي الفكره انا لما اخذ خطوه معينه اعرف ايش ليش اخذتها. هم طبعا لا هم ماخذينها مساله
ميول ماخذينها مساله لاي 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 غرض لاي هدف ثاني يعني انك بس بطلوا بس اعتزلوا بس. من يمكن من قبل 94 وهم يقولوا بطل اعتزل اعتزل. 94 جينا احنا في 95 حققنا الكاس الخادم حمل الشرفين مع النادي وبرضه قالوا اعتزل. جينا حققنا مجلس التعاون قالوا اعتزل هذه فرصة. جينا حققنا مجلس التعاون الثانية برضو اعتزل. السنة اللي بعدها طبعا حصلت لي الحادثة وهذا الحوادث كذا يعني هي اللي خلتني ما شيء طبيعي ما أطلع بصورة طيبة يعني ثلاث حوادث في وكلها في الرأس وتأخذ لها وقت فشيء طبيعي إني ما حظهر بمظهر كويس. ومع ذلك بعضهم استغلها الفرصة هذه وقام يعطوا برضو هالشيء هذا ما همني ورجعت الحمد لله وخدت مع النادي أول بطولة للنادي أول بطولة وبطولة قارية قارية يعني. نعم نعم أبو عبد الله قرار هالمباراة المشاركة فيها المشاركة في المباراة الأولى يعني شاركت من بداية المباراة حتى نهايتها والحمد لله حسمت النتيجة لصالح النصر. في المباراة الثانية كانت المباراة حتى قبل نهايتها بعشر دقائق أو ربع ساعة يعني قبل مشاركة ماجد كانت 1-0 وكان هناك ضغط من نادي سامسونج وهو منتخب كوريا أنا أسميه وكل اللي شاف المباراة يسموه منتخب كوريا وليس نادي سامسونج. قدم مباراة قوية وفي لاعبين أقوياء أيضا. ماجد أنا لاحظت أنه أنت كنت على أعصابك وأنت في الاحتياط وحتى لما دخلت الملعب وكنت في داخلك يبدو تشعر بمسؤولية كبيرة أنه هالعشر دقائق ربنا يستر ويلطف لا يجي شيء أثناء نزولي للملعب هدف تعادل أو شيء ويقلب نتيجة المباراة وتجي على رأس ماجد. هل اللحظة هذه وصف ليها كلمني عنها كلم المشاهد. طبعا أول شيء أنا يمكن قبل البطولة هذه يمكن كان لي 4 أسابيع أنا بديت فيها الاستعداد. طبعا الأخوان في النادي طلبوا أني أشاركهم في هذا البطولة فأنا قلت قد ما أقدر أستطيع أني أضاعف شوي أقدم. نعم. يعني لو ان الواحد يعني له سنه يمكن عن المباراه المحليه فما بالك مباراه قاريه. نعم قاريه يعني. نعم فالحمد لله استطعنا في المباراه الاولى لعبنا شوط وتقريبا يمكن 25 دقيقه من الشوط الثاني لكن المشكله ما كان وحصل وبعدها حصل لي بعض الاجهاد وما في الا يوم واحد. طبعا يوم واحد مو كافي عشان ولا ليس بلعب صغير عشان العضلات لسه تكون لا والحوادث اللي حصلت واللياقه فيوم واحد ما كان يكافي فكنت لسه احس بذا. لكن في مباراه النهائيه حتى المدرب يعني سالني قال ممكن تبتدي قلت له لا لانه انا افضل لو انا احب نفسي كان قلت ابتدي وبس وحمل غير المسؤوليه. فقلت لا قلت له انا شاعر بكذا وكذا وافضل انه لاعب يكون جاهز يبتدي افضل. فقدر هذا الشيء مني انا وبدينا المباراه. لكن في الفتره الاخيره التي اتكلم عنها وفريق الكوري كان من الفرق اللي تلعب كره جميله. نعم كره قويه انا شاهدتها ثاني مره المباراه فعلا كانت قويه. المسألة هي مسألة انه الزملاء حبوا انه اني اشاركهم حتى لو اني اشعر في اخر شيء يعني زي العملية شرفية. اي نعم اي نعم مشاركة شرفية. اي نعم فهذا شيء يعني اشكرهم عليه الحقيقة يعني. بس كيف اللحظة هذه وصف لي طبعا ما في شك انا العشرة هذه والربع ساعة هي من بداية المباراة وانا متحمس مع النادي طبعا فسواء لعبت او ما لعبت فانا كنت منفعل معهم يعني. لكن المساله اني لما بديت انزل ما جاء في بالي والله اني ممكن في هالوقت هذا ممكن يجي هدف تعادل حاجه كذا. خلاص الواحد ينزل ويتوكل على الله. سلمتها لله. وربي اللي كاتبه حيصير يعني سواء اذا ربي كاتب لنا هزيمه سواء نزلت او ما نزلت. فالحمد لله ربي كتب لنا النصر في المباراة هذه وحاولت أني أشاركهم هالربع ساعة برغم
الألم اللي نحسه بسيط، لكن الحمد لله كمباراة يعني أو بطولة كأخيرة وشاركت فيها، وهذه كانت يعني يمكن سعادة ثانية الواحد يختم مشواره الرياضي في بطولة قارية. يعني قمت بحركة جميلة يا أبو عبد الله يلاحظوها الكثيرين وبعضهم فاتت عليهم، أثناء استلامك للكأس أصريت على أنه محيسن يشاركك وهو كان مصاب، يشاركك ليس فقط كلاعب ولكن أيضا ككابتن. هو طبعا ما في شك، أنا كان الود ودي اللاعبين كلهم وقفوا واستلمنا الكأس يعني. نعم. لكن بالنسبة لمحيسن طبعا يعتبر هو اللي بعدي في النادي ككابتن للفريق. نعم. وما في شك إذا أنا استلمت الكأس أو حسن استلم الكأس، يمكن هي عامل السن أو عامل الأقدمية اللي أنا استلمت الكأس قبله، بس كانت جيدة لكن ما أنا أنظر لها يعني من حق أيضا أن محسن برضو أنه يشارك في رفع هذا الكأس يستاهل يعني. وأنت وفي يا عبد الله. اشرماني يا بحر الزهراء الحكي صوفان والنظرة مارا صورت ربي صورت ربي ناعم الألفاظ وردي ناعم الألفاظ وردي 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 العبارة التقيتك بحر الغامض في قرارة نتابع مداخلة أخرى من الدكتور عثمان هاشم مدير عام الرياضة أو مشرف عام الرياضة في جريدة عكاظ. الكابتن ماجد عبد الله اللاعب المثالي النموذج ليس للاعب السعودي في حسب ولكن للاعب عالمي، أين أنت الآن؟ أين ترى نفسك؟ من اللاعبين تراه يمثل ماجد في الملاعب؟ ولماذا تأخر اعتزالك حتى الآن؟ شكراً. شكرا للدكتور عثمان هاشم. لم يتأخر الاعتزال يا دكتور، حسم الاعتزال، ولكن مسألة من يخلف ماجد عبد الله؟ شوف المسألة هذه أنا في رأيي الشخصي يعني ما في هناك خليفة لشخص معين، كل إنسان له أسلوبه وله طريقته.
لكن أنا مسألة المسألة هذه أنا ممكن أحسمها في اللي يستطيع يقدم للمنتخب عطاؤه في النادي، عطاؤه في المنتخب نفس العطاء، إذا وفي المنتخب يكون أقوى، واللي يستطيع أنه يسجل الأهداف للمنتخب هذا هو خليفة ماجد. ولعل الأهم اللي أشرت له أيضا أن يكون في نفس المستوى من الأخلاق والالتزام خارج الملعب أيضا، ويكون وإن شاء الله يكون أفضل من ماجد عبد الله. جميل. نتابع مداخلة أخرى أو رأي لفناننا الكبير الفنان عبد الكريم عبد القادر. أولا يعني أنا بجبت سيرة الأخ الحبيب ماجد عبد الله. نعم. أنا في صداقة بيني وبينه، في محبة، كذلك في صداقة بيني وبين كثير من اللاعبين. أنا قبل كل مباراة أكون موجود، الله يرحمه الشيخ فهد، أكون موجود مع اللاعبين في غرفتهم. الرياضة ما أعتقد إحنا نقدر نفصلها عن الفن، الرياضة والفن متداخلين مع بعض. هذا إبداع وهذا إبداع. بالضبط. نعم. بالضبط. ومن خلال هذا تكونت العلاقات بين الفنانين والرياضيين، والحمد لله أنا لي علاقات كبيرة مع كثير من الفنانين، ما كان فيها مجاملة ولا كانت يعني مقابل أجر أو شيء أبدا، هي حب لشخص. هذا أنا أقول لأبو عبد الله، أقول له لنا حصة فيك يا أبو عبد الله، إحنا أنت مو لا تصور نفسك قاعد تلعب حق المملكة بس، نعم. تلعب لنا كلنا، لأن لنا حصة فيك إحنا، وهكذا الأمور تؤخذ بهذا الشكل. هلا شكرا لفناننا الكبير عبد الكريم عبد القادر. نقلنا إلى مسألة الارتباط بين الفنان والنجم، أنت علاقتك فيه ما شاء الله يعني علاقة خاصة، وغنى فيك أغنية من أجمل الأغنيات الرياضية. إذن لننتقل إلى مداخلة أخرى، مداخلة الأستاذ يحيى مفرح المشرف على فنون مجلة اليمامة ومدير تحرير مجلة مشاعر. أسعد الله مساءك. ستظل بكل ما قدمت في 20 سنة التي أمضيتها في الملاعب السعودية نبراس يضيء مسيرة الحركة الرياضية السعودية، ولك كل التقدير والاحترام. لو عرفنا يا ماجد ما الذي يجب أن يكون بعد ذلك، حبذا لو تحدثنا بنفسك عن هذا الأمر. شكرا للأستاذ يحيى مفرح. أيضا تطرق إلى جانب أشرنا له في حوارنا، إذا كان هناك من مزيد من التوضيح حوله. هو طبعا سؤاله في محله، يعني هو سوس وكذا، هو المطروح الآن. هو المطروح الآن في الساحة، وماذا بعد؟ إيه ماذا بعد يعني؟ هل هذا ماذا بعد هذا في علم الغيب؟ نعم، ولكن هل هو محصور بين الإدارة وبين التدريب، ما بين هالجوانب؟ لا، أنا إلى وقتك هذا يعني أنا ما قررت حاجة معينة. أنا كل اللي أبغاه إني يعني خصوصا يمكن في السنة هذه يعني بعد ما قررت الاعتزال خلاص كأنه يعني صفحة زاحت، فأحتاج الراحة هنا ومن ثم أبتدي صفحة جديدة. مباراة الاعتزال حسمت أمرها؟ قررت مع من تكون، من يشارك من المشاركين؟ لا، بالنسبة لمباراة الاعتزال طبعا أنا اللي يهمني البرنامج نفسه، في قاعدين نعد برنامج مميز، يعني مباراة اعتزال عادية كذا، أنا إذا كان مباراة مجرد مباراة واللاعب وأنا أعتزل طبعا أنا هذه رفضها تماما، فأفضل أني ما أعمل المباراة. أنا اللي أبغاه أنه يكون هذا اللي قاعدين نعمل عليه أنه يكون اعتزال مميز، اعتزال الناس تحكي فيه، يعني مو بس مباراة وراحت تنساها، لا يظل يعني في صداها أيضا. نعم 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 نعم. جيبي من المسيان
ننتقل ابو عبد الله الى محور اخر، الى فنان الكبير فنان الكاريكاتير ابراهيم الوهيبي. أجيب لك بين الشوطين معسل، تبي تفاح ولا فراولة، زغلول، والشاهي تبي تلقيمة ولا لبتن ولا منعنع. ما شاء الله عليه لاعب مكرش، والظاهر أنه مدلل، ورئيس النادي ما يبي إلا خاطرة. فلننتقل إلى هذا الجانب اللي أثاره فنان إبراهيم الوهيبي، مسألة تدليل النجم، تدليل اللاعب. والله شوف، أنا الشيء هذا أنا مقتنع فيه. اللاعب أو النجم وملتزم وذو أخلاق عالية، بس مو مثل أبو كرش هذا. لا، ترك أبو كرش هذا. فأدلله ما دام أنه بيعطيني ومقدر دللي، لأنه في أحيانا الدلل هذا يفسر تفسير ثاني. دلل أنه ما دام مدللني خلينا أعمل اللي أبغى. يستغله. فهذا الاستغلال يعني الدلال هذا يسيء فهمه. أنا ما دللتك عشان إنك تعمل كذا، أنا دللتك إنك تستاهل هذا الشيء، وأنت مقدر دللي هذا. حلو. وأنت ملتزم عليه. حوار المانشيتات، ونتابع أول مانشيت معنا. ذكرياتي مع الخطيب جميلة لا تنسى. ماذا بين ماجد عبد الله وبين الخطيب النجم العربي المصري؟ طبعا الخطيب، اللي في ناس يمكن تعرف الخطيب كلاعب لكن ما تعرفه كإنسان يعني. أنا طبعا ما في شك أعرف الخطيب، جانا هنا كذا مرة ورحنا له هناك كذا مرة، ونعرفه بيننا اتصالات يعني. لكن السر أنا أعرفه، لكن لما تجي تشوفه على الطبيعة تجد شيء مهول. لما تكون مثلا في القاهرة وتشوف الخطيب وما بين الناس، الناس كله تحبه. ليش؟ لأنه فيه صفات اللي أنا ذكرتها في اللقاء الأول، أنه صفات أن النجم ليس داخل الملعب، خارج الملعب. أنا متأكد. نعم. وجدت فيه شيء من شخصية ماجد، نفس الهدوء ونفس الالتزام والأخلاق، يعني الأخلاق عالية جدا يعني. نعم. رجل منضبط. فلقيت أنه لو أن الخطيب في الملعب ممتاز وخارج الملعب مو ممتاز، الناس ما تتلف حولك مرة مرتين وبعدين كل مالها تبتعد. لكن اللي حاصل العكس، معناته أن الخطيب يتعامل مع الناس. أنا يمكن أقول والله هو يتعامل معي كذا لأن إحنا زملاء ولعيبة. نعم. لا بد أن يكون فينا بين تقدير واحترام، لكن لا، لقيتها حتى مع الناس. فلقيت الشيء يعني شيء خرافي الحقيقة يعني. نتابع منشد آخر. ماجد عبد الله لا يطربني إلا خالد الفيصل. المقصود هو طرب الشعر بلا شك طبعا. والله شوف، هو مو المقصود في طرب الشعر يعني، ما في شك أنه هو كشاعر عظيم، هذا ما في أي نقاش. لكن اللي يزيد شعره شعر إلقاؤه. يعني إلقاؤه في القصيدة، يعني قصيدته مرة يعني عذبة مرة ممتازة، لكن طريقة إلقاؤه فيها أيضا تعطيها كأنه قاعد يقول يعني حاجة جديدة. يعني في عندك شعار يكون مثلا كلامهم حلو لكن يلقونها، تسمع الكلام بس، لكن هنا تسمع ثنتين، تسمع الكلام وتسمع طريقة إلقائه. فطريقة إلقائه يعني هي أغنية بحد ذاتها، يعني كأنه يلحن. سمو الأمير سلطان بن فهد نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال ماجد كان ولا زال نجم وهداف آسيا الأول.
تعليقك هذا بعد البطولة الآسيوية الثامنة؟ طبعا صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن فهد ما في شك الكلمة هذه لما تجي من رجل مسؤول فتكون لها صدى. مسؤول يعني المسؤول الثاني في الرياضة يعني النائب صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد فيكون لها صدى. طبعا هي شهادة أنا أفتخر فيها وأعتز فيها من رجل مسؤول ومن رجل قبل ما يكون مسؤول رياضي، لأنه أنا أعرفه من زمان من يوم كان نقيب في المدرعات. نعم. وهو أنا أعرفه رجل رياضي متزن يعطي كل نادي حقه. صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود رئيس نادي النصر السابق، وهو رمز نصراوي كبير بلا شك، ليس مجرد رئيس نادي، إيش مدى مساهمته في بروز نجومية ماجد عبد الله في هالمشوار؟ طبعا له أيضا له دور، يعني تعرف اللاعب مع النواحي الفنية لابد أنه بيكون في نواحي إدارية. الواحد اللاعب واللاعب اللي يبغى جاي عن حب يبغى يستفيد من النواحي الفنية وأيضا يبغى يستفيد من النواحي الإدارية، اللي هو النواحي الإدارية سلوك اللاعب برا كيف وكذا 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 الصح والخطأ. فما في شك من وكان من الناس اللي كانوا يراهنوا علي يعني وبيشجعوني. الكابتن الكبير ماجد عبد الله، نتابع آخر منشيت لدينا. هناك أسماء نسائية في الصحافة الرياضية تكتب بشكل مقنع وموضوعي. دخلنا إلى المرأة في الرياضة سواء كاتبة أو لاعبة، ماذا عن هذا الجانب؟ والله ما في شك الأقلام النسائية بدأت تأخذ حيز كبير يعني. نعم. وغالبا تحصلها منطقية أكثر من ممارسة الرجال يعني في موضوعها يعني. ما في شك فيه، أنا يعجبني قلم منار الرياض. نعم. لأنها نصراوية أبو عبد الله. لا بغض النظر عن النصراوي، يعني في عندك أقلام نصراوية تكون، أنا ما يهمني الميول، أنا يهمني الموضوع. نعم. الموضوع إذا كان مفيد يكون لازم أنت تحترم الشخص اللي يكتبه. هذا صحيح. يعني عندك مثلا الأستاذ فوزي خياط، يعني لا هو بنصراوي ولا شيء، وحداوي. نعم. لكن أنك تقرأ مواضيعه تحترمه، موضوعي ومنصف. هنا عندما هنا يكتب. هنا. نعم. يعني الميول كل حر فيها. من غير هالاسمين في الصحافة الرياضية، يعني كثيرة أسماء بلا شك، ولكن أنا حبيت أخذ كمثال عشان أسماء. من يستوقفك أيضا وتقرأ له؟ تحرص أنك تقرأ زاويته أو ما يكتب؟ شوف أنا مشكلتي يعني قراءتي ضعيفة جدا، أو بمعنى أني متابعتي للصحف ضعيفة جدا يعني حقيقة يعني. لكن عندك أيضا برضو محمد الدويش من الناس اللي أقرأ لهم يعني. نعم. يعني في أحيانا مثلا أحصل المقالات أحصل كذا ويذكر لي إن الله فلان كتب كذا، أروح أحصلها مثلا عند الأمير فيصل أقرأها كذا، لكن إن أتابع وأروح أجيب ما تابعتي ضعيفة. ضعيفة للصحافة. ضعيفة للصحافة. وداعيه يا آخر ليلة تجمعنا، وداعيه أعز الناس ودعنا، وداعيه يا آخر ليلة تجمعنا، وداعيه أعز الناس ودعنا. ليلة ليلة ويا عساك تعود، عسى الله يصبر الموعود. ليلة ويا عساك تعود، ليلة 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 عسى الله يصبر الموعود.
موعود ليلة أنا بعدك عمر مفقود دنيا بلا معنى بلا معنى بلا معنى يا حظي ما وصل يمي وخاطر
غربة وأنا بدروب المحبة. يا حظي ما وصل يمي وخطة كان الوداع لتجربة ورصيد نجمنا الكبير الفذ ماجد عبد الله. سعدنا بهذا اللقاء، سعدنا بهذه الصحبة الطيبة يا أبو عبد الله. نشكرك جزيل الشكر باسم كل المشاهدين، ونشكركم مشاهدينا الأعزاء على تحملنا. نأمل أن يكون هذا اللقاء قد أسعدكم. نلتقي على الخير، ونتمنى كل الخير لنجمنا في مشواره القادم بعد أن هجر المستطيل الأخضر كلاعب. هذا البلد قادر على أن ينجب الكثير من النجوم في موهبة ماجد عبد الله، وفي موهبة نجوم آخرين أيضا مثل ما أنجب ماجد عبد الله. شكرا لكم، نلتقي على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.